إلى وقت متأخر من الليلة البارحة تواصلت بمنصة رسمية فعاليات السهرة الفنية الثالثة ضمن برنامج مهرجان المدائن. وعلى خشبة العروض قدمت الفرق المحلية بالرقص والتمثيل وبأسلوب فلكلوري محلي بحت نماذج من التقاليد والعادات التي أثبت من خلالها الإنسان الموريتاني أيام نهضة مدينة وادان وأخواتها من المدن التاريخية عصاميته وقدرته على التعايش وببساطة مع الطبيعة رغم شح الوسائل آنذاك. السهرة التي حضرها وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة السيد المختار ولداهي رفقة والي أدرار تميزت بحضور لافت للعشرات من السياح الأجانب الذين استهوتهم ترانيم النيفارة وهي تحاول في حوار خفي مع الطبل التسلل إلى مشاعر الجمهور لإقناعه بأن الموسيقى التقليدية الأصيلة ستبقى دوما إذا ما حظيت بالاهتمام اللازم في مقدمة سفراء الثقافة الذين يعول عليهم في التعريف بالموروث الوطني. حوار ضمني قطعت فيه آلة الأردين مع شقيقته تيدينيت الشك باليقين بأن ما بات يعرف قديما في قاموس الجوغ الموريتاني بجامع أنغارا ما يزال على العهد متمسكا بجمهوره وبالأصالة قادرا على مواجهة الحداثة حتى وإن تطلب التحدي العض بالنواجذ على إرث الأجداد لترقى على سموه الأحفاد. مختار أبو الأحمد، قناة الموريتانية، مدينة ودان. أدى وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق باسم الحكومة رفقة والي أدرار والسلطات الإدارية والأمنية أمس زيارة للقرية الثقافية في مهرجان مدائن التراث. تهدف الزيارة إلى التعرف على مختلف المنتجات المعروضة ومدى الإقبال عليها. تميزت القرية الثقافية في النسخة الجديدة من مهرجان مدائن التراث هذه السنة بالكثير من المعروضات من مختلف المنتجات التقليدية وغيرها التي صنعت بأيادي محلية عكست قدرة المشتغلين بالصناعة المحلية على الإبداع والإنتاج. كما ضم المعرض عدة أجنحة مخصصة لعرض بعض من تاريخ مقاومتنا الوطنية. وكان وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة السيد المختار ولداهي قد أدى زيارة لهذا المعرض اطلع فيها على مختلف هذه المنتجات وعلى مدى إقبال السياح عليها. كما تلقى شروحا من القائمين على هذه المعارض حول طريقة الإنتاج وأهم المنتجات التي تم عرضها هذه السنة. كما أدى زيارة لدار ونقالة التي تم فيها عرض العديد من الوجبات التقليدية المختلفة التي تميز بها المطبخ الوداني قديما. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة ودان.